لا شيء يوحي بحياة هادئة وخالية من الأمراض هنا في قرية أهل الرقاب التابعة لبلدية الهاشمية جنوب عاصمة ولاية البويرة. فالمحاجر المتواجدة عبر هذه المنطقة باتت تهدد صحة الإنسان والحيوان وحتى النبات، فالأطرباء والغبار الذي يحجب قرية أهل الرقاب لناظرها وأزيز الشاحنات ودوي المتفجرات المستعملة في تفتيت حجارة الجبال أصبحت تؤرق السكان وتهدد صحتهم. قلت لك هنا يا راه واخذنا القبار ورانا ناكلوا معاه، يسمى النعمة ناكلوا معاها في التراب، ما خلناش وعندنا مرضى راهم كاينين والله ما لاضوش الكل من الفراش، وما قدرناش نعيشوا هنا في البلاد هذه من القبار من لحم المحجرة هذه. والمينا يديروا المينا كاين حتى يتكسروا الكاروات نتاع الطيق. يعني احنا رانا نعانوا من القبار من الكاريير اللي ينجي هذه، وعندنا 6 كاريرات منا جهه طريق الحمام كسالنا هذه، وراكم تشوفوا القبار هزيتوا لهنا، تشوفوا راكم تشوفوا في الحاله. انا راني مريض، عندي الحساسيه، عندي 3 سنين وانا نداوي، هاني بالدواء وهاني بالسيروم نغسل في عيني ما نشوف منهم، وصاشي دورة معمره. أحد مواطني قرية أهل الرقاب بلدية الهاشمية من مواليد هذه القرية اللي ضحت في أيام الثورة، قدمت بحوالي 36 مجاهد لبسوا البذلة الوطنية للجيش الوطني الشعبي، جيش جبهة التحرير الوطني، والكفاح من أجل الوطن. قدمت 21 شهيد من بينهم امرأة. هجر سكانها المنطقة في العشرية السوداء الماضية. أولا طريق هذا طريق حمام كسالنا عنده أثر سلبي على المنطقة هذه بصفة عامة. أولا الوزن الثقيل راه كامل توجه، خلى منطقة الهاشمية طريق حمام كسالنا القديم، وعاد يجي منه حوالي في اليوم الكامل بالك يقارب حوالي 800 شاحنة أو 900. الوزن الثقيل راه لا سارج 40 طن ولا 50 طن واش من طريق اللي راه تهزو ما كاش هكذا. تشوف الديار، تدخل الديار تشوفها راه ماشي قبار، نسيقوا يوميا الفراش والحوالي نغسلوهم ما خرجوهمش برا الديار، البيبان والطواقي مسكرين ما يتفتحوش ابدا، عندي 3 سنين وانا ساكنه ما يتفتحوش، شتينا ما قينا ما نديرو. تاثير المتفجرات تاثيرها اكبر من الغبار، كل البيوت تصدعت وتشققت وتكاد تنهار على اهلها، هذه المساكن كلها متضررة من جراء الانفجارات القوية، حوالي 90 قنطارا في الدفعة الواحدة من المتفجرات، والله وكأنه زلزال بومرداس، هذه حقيقة. رئيس بلدية الهاشمية لم ينكر التأثيرات السلبية التي تتسبب فيها المحاجر التي لم يراعي أصحابها الشروط الصحية والبيئية التي تجعل المكان في منأى عن أي خطر مهما كان نوعه. إذن طبعا أهم المحاجر هي موجودة على مستوى بلدية الهاشمية، هذه المحاجر تنتج المواد الأولية التي تساهم في إنجاز المشاريع الكبرى، وهي تساهم في الاقتصاد الوطني، وكذلك تساهم في التقليص من البطنة، غير أن هناك تأثيرات سلبية تحدثها هذه المحاجر. ولأجل هذا طبعا عدة لقاءات كانت على مستوى دائرة الهاشمية بحضور كل الأطراف الفاعلة، منها مديرية الطاقة والمناجم، مديرية الأشغال العمومية، مديرية البيئة، وكذا مسيري هذه المحاجر. طبعا هذه اللقاءات أثمرت على ما يلي: أولا يتم إنجاز طرق اجتنابية، وقد تم إنجاز طريق اجتنابي على مستوى قرية أهل الرقاب. هذه الطرق الاجتنابية تساهم في التقليل من الضغط على الطرقات، وخاصة الطريق الولائي رقم 97. مناشدات المواطنين ومراسلاتهم إلى الجهات المعنية حول ضرورة وضع حد للأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن المحاجر لم تلقى إجابات حتى الآن، الأمر الذي أثار مخاوف المواطنين، خاصة وأن الكثير منهم أصيب بأمراض الحساسية والربو بسبب الغبار والأتربة التي أصبحت ديكورا يوميا عبر مختلف أنحاء القرية. بون السكان اللي يسكنوا قدام لي كارير هادو سورتو سي لا راهم قراب بزاف من لي كارير، لي بوسيير هذوك الغبره راهم يديهم الريح
وكي دونك كي سون امبورتي بار لي فون اي اوتوماتيكمون دون توت لا سيركونفيرونس كي انتور ليكسبلواتاسيون دو لا كارير. Il y a des poussières, on les voit qui se déposent sur les arbres, qui se déposent au niveau des habitations. Normalement, les habitations ne doivent pas être très proches de ces carrières. Malheureusement, bon, on s'est rendu compte que kayn bzaf soukan li qrab min had les carrières ta l'exploitation de roches. Et effectivement, donc les soukan hadou kamel istenchqou had le ghobar. دونك هما ثاني بالطول يقدروا تكونوا متعرضين هذا الوسمو يقدروا يديروا دي مالادي ريسبيراتوار ميم سي سي با دي بنوموكونيوز كيما اللي راهم العمال اللي راهم قراب من الوسمو يقدروا بوف ديفلوبي دي مالادي ريسبيراتوار بون ce qu'on appelle des toux par irritation, surtout quand chez les enfants, parce que les enfants, le qasabat l'hawa yatahoum, mazal ma kbrouch, raham fait noumou. Donc, qui kounoum exposé régulièrement à cette atmosphère empoussiérée, il va y avoir une irritation des bronches, c'est des enfants qui vont commencer à tousser, à tousser, à tousser, et toutes ces toux, il va y avoir ce qu'on appelle des remaniements au niveau des bronches, et les bronches tawahum la qasabat al hawaiya bach kibrou de façon c'est-à-dire régulière, harmonieuse, il va y avoir des modifications, et ces modifications peuvent apparaître, même si ça n'apparaît pas tout de suite, ça peut apparaître vers un âge avancé. Donc toute la population, les rahoumi soukno hawali had le mahjara, ils peuvent effectivement avoir des maladies respiratoires chroniques, que ce soit des bronchites à répétition, que ce soit des asthmes parce qu'il y a une irritation quand ils sont une prédisposition. Et donc, là aussi, on doit mener une action pour que les habitations soient éloignées, si possible, de ces carrières, et également pour qu'on prenne toutes les dispositions nécessaires pour protéger la population qui sont au niveau de ces régions. تميز نتايا 9 شهور يمشي بالبومبا هاو بدوا نتاعو عندنا حشاكل القبار تاع الطريق هذه تاع كاري ايه قالوا القبار تاع الطريق قالوا لازم تخرج من السكنه ترحل من ثم انا نحكي لك على المرض رانا مرضى عندنا القبار عندنا اللازم عندنا السكر عندنا لاطاسيو رانا ماناش مليح كاع لا من القبار ولا من الطريق ولا من الدخن نتاع الكاريرات الطريق هاك تشوف فيها كيف خدموها عندها 6 شهور ولا 7 شهور هاي غير صالحه للمشي وقد ما شكينا قد ما جرينا ما لقينا لاش الحل قلنا انا كي كنت خدام كنت نداوي على القبار هذا راه عندي قلت لك مده 12 ولا 14 سنه وحنا نداوو راه عندنا الضيقه عندنا السكر عندنا لاطاسيو وناكلوا في القبار في الديار الحساسيه هي الاجابه مفرطه للجسم تاعنا للزالرجين صادق مسببات الحساسيه ويكون فيهم اعراض من بين الزالرجين بينهم هما الغبار كاين لي بولان راحق وليزاكاريا الزكريا هما حشرات يعيشوا في الفطريات يعيشوا في الميديتي ومن بين الاعراض تاع الحساسيه هي الانسداد الانف سيكريسيون لي رينوري صادق سيكريسيون مفرطه تاع الانف وكاين سيال الانف عطس وحكان مفرط ياك واذا داوينا هذه الحساسيه تاع الانف يهبط لنا للصدر ويدير لنا الربو صح كيفاش من بين هادوما سي الغبار عنده واحد 10% تاع اللي يدير الحساسيه ياك ودوكا رانا نشوفوا العمر تاع الاطفال راهو يزيد ينقص باسكو دوكا الغبار ولا كاين بزاف في المدينه ولا في الريف ولا كنا نشوفوا دي زونفون تاع عامين 3 سنين دوكا نشوفوا تاع 6 شهور يجيبوهم والديهم عندهم حساسيه وكي نديروا لي تيست
لا بليبار دو طون لقاو بلي ما كانش حاجه دير حساسيه، لاخش الغبار ما يقدرش يديتيكتا ياك، ما يقدرش نلقاوه في لي تيست هذوك تاع الحساسيه. صح دوك اذا واحد تولي عنده حساسيه يولي ما يروحش يخدم بزاف، ما يروحش يخدم، يولي يشوف، يولي يعيا ياك، صافي هذوما لي كونسيكونس تاع الاخرى، ما يروحش يخدم يعيا ولازم له ادويه ياك، صافي لي كونسيكونس فيزيك اي كونسيكونس فينانسيير على هذاك الشخص، واللي يخسر دراهم على الادويه ويقدر يديروا له كما قلنا لي كومبليكاسيون، واذا حكت لصدر الرب يولي يدير لي كريز داز بينين، بعد تولي تتعقد اكثر فاكثر. الفلاحة هي الأخرى لم تسلم من بؤرة التلوث التي تشكلها المحاجر لتصبح المساحات الفلاحية الشاسعة أراضي بور، والأشجار المثمرة أصبحت تكسوها طبقات ترابية وغلة الموسم في تناقص كل عام. أنا عيسان فلاح وراني نحكي لكم على الفلاحة هنا في دوار أهل رقاب، انضرت بقوة كبيرة، انضرت بقوة البولور هنا، البولور الوزن الثقيل بزاف، والمحجره واللي زاد كمل عليها كميوات، كميوات بقوه كبيره. واش راكم غارسين وحاجه ما سقط لكم في كيبل؟ لا اسوا في الزيتون والله، في القله تاع الثمره تاع الزرع ولا كذا قاعد يعني والله غير ماتت بقوه كبيره. مقابلك الزيتون ديجا راه بيض الكل، القله تاع الزيتون راحت، القله تاع الزيتون هنا عندنا بصيبه في دوار اهل الرقاب هذا نضر بقوه كبيره قاع. الناس هذيك اللي غرسوا الزيت وغرسوا الشجر هنا ما خلاش فيهم الغبار، هنا مأثرين فيها بزاف. هذه هنا المحاجر تاع بلدية الهاشمية هنايا، نطلبوا يعني من السلطات هنا دير لنا حل، دير لنا حل هنا لهذا الغبار هذا، كيف يديروا له؟ اسكو يديروا له الماء؟ اسكو هما يديروا له حل؟ فرض المصفاة على كل المحاجر طبعا، وبعض المحاجر استجابت الى هذا الشيء وأنها قامت بإنجاز هذه المصفات، خاصة محجرة لوينجي في انتظار أن تحذو حذوها بقية المحاجر. كذلك بالنسبة للنقطة الثالثة وهو إنجاز ميزان، هذا الميزان على مستوى الطريق الوطني رقم 8 طبعا، ووضعه تحت تصرف مصالح الأمن الدرك الوطني. هو الذهب الأبيض إذن يجود برزقه على البعض هنا، لكن لم يستثني أحدا من أضراره.